عندنا برضو الرجال ضربه البدايه، بداوا مباراتهم او بدا الدوري الممتاز لكره الطائره رجال تاخروا شويه، ده نتيجه مشاركه المنتخب في منافسات اكتر شويه من فرق السيدات. كان عندنا اول مباراه مع المقاولين، حاله من التركيز كبيره جدا، حاله من العزم. انا بقول لكم بقى وانا راجل متابع وشايف وقريب وكل لعيبه الفولي بول صحابي، لا في حاله طبعا دي صاله المقاولين العرب، الماتش اتلعب في صاله المقاولين العرب. عايز اقول لكم انه في حاله من التركيز الكبير، انا عايز اوريكم قد ايه اللعيبه مركزه، اللعيبه حاسه بذنب كبير جدا، اللعيبه دي مش محتاجه حد يقول لها حاجه، هم من نفسهم حاسين. عندنا لعيبه استوت زي سعودي مع المنتخب، سنتر بلوك بتاعنا عامل مع المنتخب ماتشات كبيره، اتوقع السنه دي انه هيبقى على مستوى عالي جدا. منذ طبعا المدير الفني بتاعنا الجديد الاسباني عايز يثبت ويقدم اوراق اعتماده. طيب نتائج الاشواط جت ازاي؟ 25-16، 25-6، 25-18. الاهلي بيلعب في المجموعه الثانيه مع المقاولين العرب ودلفي وبتروجيت والترسانه والشمس. طبعا دي مجموعتنا وان شاء الله بنسبه كبيره احنا اول المجموعه. لاهميه الماتش، كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش وسجلنا التقييده مع اللاعبين والجهاز الفني، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا بدأنا السيزون من شهر 7، الحمد لله بادئين بداية قوية يعني عكس أي سنة، يعني تمريننا في ضغط عالي صبح وليل، والحمد لله يعني كنا جاهزين لبداية الدوري يعني بداية كويسة. الفترة اللي فاتت كان في معسكر في اسكندرية، لعبنا فيه 4 ماتشات، لعبنا سموحة وسبورتنج والاتحاد، وقبلها بكام يوم لعبنا برضو هنا، لعبنا 3 ماتشات والدين. كان في برضو تحمل جامد يعني، كان في تمرين الصبح وفي ماتشات بالليل وفي جيم يعني، فكنا جاهزين الحمد لله. لا وفريق احترم طبعا، لسه طالع من الدرجه الثانيه، ما كناش نعرف فيهم يعني، ما شفناش الفرقه قبل كده وما عندناش اي داتا عشان ده اول ماتش في الدوري، بس طبعا بعد اول كام نقطه قدرنا نقرا الماتش وتوجهنا يعني توجيه كويس، فقدرنا نمسك الماتش والحمد لله عملنا نتيجه كويسه. الحمد لله كان اول ماتش عندنا بعد فتره اعداد 3 شهور تقريبا. الماتشات دي مهمه ان احنا نعرف سيستم كوتش فرناندو، عشان طبعا ان احنا نطبقها في الماتشات بتبقى حاجه مختلفه، فاحنا بناخد كل ماتش ان احنا نتعرف على السيستم اكتر، نصدق بعض اكتر في السيستم وان احنا نحاول نطبقه. فطبعا كان ماتش مهم، قدرنا الحمد لله نبدا نطبق الحاجات اللي هو كان قايل لنا عليها. بس واول ماتش طبعا احساس حلو، كان 3 سنين سافرت فيهم فاحساس حلو، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا السنه دي كل البطولات. اكيد طبعا سيزون مهم، سيزونين بعد اخفاق محلي ما كانش احسن حاجه للفريق، بس ده طبيعي بعد فريق كان بيكسب كل حاجه، طبيعي يحصل دروب. فالسنه دي سنه مهمه بالنسبه لنا ان احنا نبقى مع بعض، ان احنا نحاول نكسب كل بطوله، نقاتل على كل بطوله. بس فطبعا مسؤوليه كبيره على كل اللعيبه من اصغر واحد لاكبر واحد، فا ان شاء الله ان شاء الله الدوري يرجع السنه دي لبيته وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا موسم ان شاء الله رب العالمين يبتدي ان شاء الله اول ماتش مع المقاولين، الحمد لله رب العالمين يعني مباراه كانت مهمه لينا، استعدنا بقى لنا 3 شهور الحمد لله ادينا بشكل كويس. المدير الفني الاجنبي مستر فرناندو جرب كل اللعيبه، الحمد لله ادينا بشكل كويس، قدرنا نحسم المباراه لينا 3-0 الحمد لله، وان شاء الله بدايه خير ان شاء الله الموسم الجديد ان شاء الله يعني نعوض بيه اخفاق السنه اللي فاتت وربنا يسهل ان شاء الله. عندنا بعض الاصابات برضك موجوده في الفرقه من لعيبه المنتخب بقالهم فتره كبيره، من شهر 5 لحد شهر 10 كانوا موجودين مع المنتخب، عندنا 4-5 لعيبه مهمين بالنسبه لنا، ان شاء الله ربنا يكرم يعني ان شاء الله فتره بسيطه ان شاء الله يرجعوا لنا ان شاء الله الفرقه تكتمل باذن الله ان شاء الله. يعني الاصابات الحمد لله معانا جهاز فني محترم وجهاز طبي محترم على مستوى، الحمد لله قادر يحتوي الاصابات يعني ان شاء الله في خلال 2-3 اسابيع ان شاء الله يبقى الفرقه كامله بشكل كويس، اصابات مش كبيره يعني، بس هو ايجاد طبعا في لود من شهر 5 لحد شهر 10، 5 شهور بيلعبوا طبعا مستوى عالي في احتكاك كبير، حصل بعض الاصابات بس ان شاء الله رب العالمين زي ما قلت لك ان شاء الله 2-3 اسابيع نكتمل بشكل كويس ان شاء الله، وان شاء الله يعني جميل النادي الاهلي بطمنهم اشوف فرقه ان شاء الله السنه دي بروح جميله ان شاء الله، بروح جديده ان شاء الله، بروح النادي الاهلي متعودين عليها ان شاء الله، زي ما قلت لك نعوض اخفاق ان شاء الله السنه اللي فاتت ونرجع تاني على منصه التتويج باذن الله. احنا الحمد لله يعني ابتدينا من شهر يعني 20/8 لحد الفتره ديت، طبعا كان اللود عالي طبعا عشان كان عندنا عدد كبير من لعيبه المنتخب في المنتخب طبعا فتره كبيره يعني فتره العدد كانت قاسيه جدا وكانت مشوارها طويل،
يعني الحمد لله رب العالمين اختتمنا اخر اسبوع دوت او اخر 10 ايام بمعسكر في اسكندريه، لعبنا وديات فيه الحمد لله ربنا وفقنا فيها، ادينا بشكل كويس، ادينا التعليمات، ادينا كل حاجه المدير الفني طلبها مننا. ان شاء الله رب العالمين زي ما بقول لك كده ان شاء الله ايه خطوه خطوه ان شاء الله. خدنا النهارده ماتش المقاولين، ان شاء الله عندنا يوم الثلاث ماتش مهم جدا مع بتروجيت، نقدر ان شاء الله نحسم يعني المجموعه لنا باذن الله واحده واحده، وان شاء الله لحد ما نوصل نهايه الدوري باذن الله. ورجال كرة الطائرة نفس الحال، نفس السيدات برضو هيبقى المباريات تصاعدية لغاية ما توصل البلاي أوف طبعا مع الزمالك، وغالبا بالشكل اللي أنا شفته كده دوري الطائرة هيبقى آخر دوري يخلص، لأنه ابتدى متأخر ويبقى فيه بطولات في النص، فزي السنة اللي فاتت نفس الوضع هتلاقيهم على هنخش في رمضان، وبعد طبعا رمضان جاي بدري، كل سنة وحضراتكم طيبين، السنة دي هيجي بعديها أنا أتصور ممكن يخلص في شهر 6 بالبطولات الكتيرة بالدوري. بس الحقيقة شابو اتحاد الكرة الطائرة بأمانة، إحنا ياما انتقدنا اتحاد الكرة الطائرة هنا للمصلحة، ولكن لما نلاقي اتحاد شغال لازم نقول له شابوه. النهارده المنتخب ده خد افريقيا، منتخب الطايره رجال وصل الاولمبياد، فالنهارده يبقى ده اتحاد شغال على طول، ولازم يعني نقول يعني كان في الاول في بعض التخبط، ولكن لما يعني هدوا شويه وبداوا ياخدوا على يعني الكنترول وزمام الامور، لا الدنيا اتغيرت، شكل المسابقه اتغير، والدنيا لا بامانه احنا حقانيين بصراحه، وبنحاول نكون كده، مش يعني مش دايما بنشوف من المنظور واحد، ولكن اتحاد الكره الطائره لغايه دلوقتي شابو يعني. ولو خدوا قرارات يعني جانبها التوفيق هنهاجمهم، مش هنهاجم يعني من باب المهاجمه، لا هننتقد ونقول يا جماعه لا ده غلط للمصلحه.